باعتبارك الان ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني، ما نقدر احنا نعمل ولو جزء ننقل تجربه شيء من تجربه المغرب مثلا؟ صعبه كابتن، هم عمليه البناء مو سهله، يعني هي مجرد كلام، الانجاز مو باب انه يفتح، انجاز سلم تتدرج به، وهذه هذه تحديات ومشاكل يعني عميقه مركبه مستمره. السلم الاولى عمليه البناء عبد الامير، السلم يبدا طويلة بدرجه، ايش وقت نبدا بالاولى؟ عملية تدرج يعني من الأسفل للأعلى، مو من الأعلى تنزل للأسفل، تهتم بالتبول. هذول يعني الإخوان بالجزائر حتى إخوان بمصر عملوا على هذا من سنوات طويلة، فإحنا التجربة مو يعني عيب، يعني العالم كله يبدأ عملية البناء وهكذا، فهذه التجربة هي مفيدة بجودة اللاعبين اللي اكتسبوها، بالتالي كل ما يكون عندك كم هائل من اللاعبين عدد كل خياراتك اكثر مفتوحه، والحلو عند يعني المدرب ما عندنا حاليا موجود، ما زلنا يعني نراوح او مثلا كره قدم العالم تطور الى درجات كبيره. نعم كابتن. انا شنو انا يعني عذرا اثناء ما تتحدث يبدو ما وصل لك السؤال، يعني البناء يبدا بسلم، ولكن الدرجه الاولى ايش وقت نبدا بها يا عبد الامير؟ يعني هل انت تتخيل يعني العراق كان يحرز كاس مثلا كاس فلسطين في بوجود منتخبات بحجم نعم. المغرب ومصر والجزائر، الان الاخرون اين ونحن اين؟ يا سنه 66 بالثمانينات لا اي لا 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 اقدم اسبق نعم يعني احنا المنتخب المغربي كابتن عبد الامير احنا المنتخب المغربي المنتخب المغربي عبد الامير بال 85 بالعاصمه كازابلانكا نعم. بالدار البيضاء المنتخب العراقي بي مو اي الاي كان مال كريم صدام اخوك نعم. رايح الكاس العالم بالمنتخب بي احنا اخذنا وسام اخذنا كاس فلسطين من المغرب كاس العرب حتى الجزائر 3-0 هذا واضح يعني هذا دا اتكلم ولي انا هذا قصدته هذا الكلام اللي جاي تراجع قبل 45 40 يعني عمليه البناء كره قدم الفاهم واللعب تغيرت صورت يعني حداثه واوبجيكت مستمر بها متحرك غير ثابته تطور بها يواكب التطور العلمي والتطور التكنولوجي اللي وصل نشوفه قدامنا، والدليل الرقماني وديرتك يعني بسيط حتى اليوم عندنا مراب يعني عندنا رقم نعم. مهم نعم مراب 14 كيلو و800 قاطع بالمباراه، زياش 82 سبرنت لان رقمين جدا 13 كيلو نعم ايه. نعم مرحله البناء وين وصلت على مستوى البناء البدني، على مستوى البناء الخططي والتفكير، كيف بقي الفريق متماسك 30 دقيقه لعب؟ يعني وقتين اضافي مع الاضافي يبدو بكل شوط يبدو وما صارت اي ثغره ما تخلقت البناء، هذا التماسك بسهوله اجى نتيجه عمل تواصل نعم. نفسي